مسلسل رأفت الهجان أصبحت مفلسة بعد الثراء الفاحش، ما قالته النجمة الشهيرة أحزن قلوب الملايين. كشفت الفنانة المصرية عفاف مصطفى نجمة مسلسل رأفت الهجان إنها تمر بأزمة مادية، ولن تظهر في برامج بعد اليوم بدون أجر لأن الضرائب تحاسب على ظهورها إعلاميا. وكتبت عفاف مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الضرائب أصبحت بتحاسبني على استضافتي في البرامج، وأنا لا ناقة لي ولا جمل، ولم أتقاضى أجر عن ظهوري إطلاقا. لو تكرمتم يا معد البرامج مع تقديري لكم لن أظهر في برنامج بدون أجر. وفي تعليق لها كتبت: الحياة بقت صعبة جدا ومليانة تكدس، مصاريف ومسؤوليات وتفاصيل وضغوط على أنفسنا، وكمان ندفع من جيوبنا لحاجة عملناها كدوه. وأضافت أيضا: ده يبقى هبل مننا وهم بيستغلونا ويستغفلونا، وابو بلاش كتر منه وهم يحطوا إعلانات بالهبل على حساب الضيف. يعد مسلسل انحراف الذي عرض في الماراثون الرمضاني الأخير 2022 هو آخر أعمال الفنانة عفاف مصطفى الفنية، وشارك به عدد من نجوم الفن أبرزهم سميحة أيوب وروجينا وأحمد صفوت وروسي. شاهد ابنة الفنانة المصرية عفاف مصطفى الفنانة المشهورة جدا تشارك الفنانة ياسمين رحمي في مسلسل علاقة مشروعة ضمن مسلسلات رمضان 2023 بطولة النجم ياسر جلال، الذي من المقرر عرضها في السباق الرمضاني القادم، حيث انتهت خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهدها في العمل الذي تدور أحداثه في إطار 15 حلقة. وتتعاون ياسمين رحمي مع والدتها الفنانة عفاف مصطفى لأول مرة خلال مسلسل علاقة مشروعة، إذ إنها تجسد دور ابنتها خلال الأحداث، وتقوم بدور نوال وهي ابنة المربية الخاصة بزوجة الفنان ياسر جلال وتعيش في منزله. وفي سياق آخر تشارك رحمي في مسلسل جميلة بطولة النجمة ريهام حجاج، استجسد دور زوجة الفنان أحمد الشامي وصديقة ريهام حجاج المقربة جدا خلال أحداث المسلسل. ويشارك في بطولة المسلسل أيضا الفنانة عبير صبري وسوسن بدر ويسرى اللوزي وأحمد وفيق وهاني عادل وهشام إسماعيل ونبيل عيسى وياسر علي ماهر وعبير منير ورحمة حسن وريم سامي ورحاب حسين. ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية